ساعات تفصلنا عن بدء سريان الصمت الانتخابي في انتخابات رئاسة الجمهورية، والتي يتنافس خلالها المرشح عبد الفتاح السيسي رمز النجمة والمرشح المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، والذي يخوض الانتخابات برمز الطائرة. الهيئة الوطنية للانتخابات حددت عقوبات على المتجاوزين الصمت الانتخابي بالغرامة التي لا تقل عن 10,000 جنيه ولا تزيد عن 50,000 جنيه. وقد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات انتهاء كافة الاستعدادات لإتمام العملية الانتخابية بكافة محافظات الجمهورية، حيث من المقرر أن يبدأ القضاة المشرفون على الانتخابات الجمعة تسلم المظارف الخاصة بأوراق العملية الانتخابية، والتي يستمر تسلمها تباعا حتى الأحد القادم. المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أكد أن الانتخابات الرئاسية ستتم استنادا إلى ضمانات حقيقية للنزاهة والشفافية وطبقا للقواعد والأسس الدستورية والقانونية وأعلى المعايير الدولية المتعارف عليها في انتخابات كبريات الدول الديمقراطية. كما التقى نائب وزير الخارجية حمدي الوزا رئيس بعثة الاتحاد الإفريقي لمتابعة الانتخابات الرئاسية عبد الله ديوب ورئيس بعثة الكوميسا لمتابعة الانتخابات الرئاسية هوب كيفينجيري. وأكد لوزا أن مشاركة بعثات الاتحاد الإفريقي والكوميسا لمتابعة الانتخابات الرئاسية تعد تضامنا مع المصريين. بنأمل أن هذه المشاركة تسمح بمزيد من تبادل الخبرات على المستوى الأفريقي. احنا بنعتبر نوع من التواجد الأفريقي في هذه الانتخابات باعتباره نوع من التضامن مع الشعب المصري. هم سعداء بالحضور إلى مصر في هذه الفترة للتعرف على المشاهد اللي بتعكس إرادة وقرار الشعب المصري في الانتخابات. من جانبه قال رئيس بعثة الاتحاد الإفريقي لمتابعة الانتخابات عبد الله ديوب إن البعثة هدفها أن تكون جزءا من العملية الانتخابية والاستفادة من الخبرات المصرية في الانتخابات لصالح دول القارة. So we are here not to judge or to provide any. نحن لسنا هنا من أجل الحكم على الانتخابات أو تقديم دروس مستفادة للشعب المصري، ولكننا هنا لنكون جزءا من هذه العملية الانتخابية، لنشهد ما يحدث هنا ولنرى كيف يجري المصريون العملية الانتخابية في بلدهم. خطوات جادة وواثقة تقوم بها الهيئة الوطنية للانتخابات لإتمام الاستحقاق الدستوري واختيار الرئيس القادم للبلاد.